خلصت ودخلت وكيف؟ لا أنا ما خلصت ودخلت، لأني بسبع رواح مثل بسينين. نزلت أنا من سقف مسدس تبعي وقدمته ل يلي على الباب، قلت له تلفن لفخامة الرئيس وقل له فلان بالمستشفى. وهيك صار، لأنه حاول منعي الرئيس سركيس. قال لي أبو فادي أنت منك عارف شو صاير يا خالد؟ كان لي يا خالد منك عارف شو صاير على باب الجامعة؟ قلت له ما بدي تعطيني هلا شهادات، هذا رجال ضيف بلبنان على الشاعر، وتلفن لي وقال لي أنا حالتي بالوين، لأنه هو عمل لي تليفون لهون على الخط الأحمر. قال لي أنا أختك فلانة وأنا عم نموت بالمستشفى، عم يقتلونا. أختك؟ أخته يعني مرته. ها زوجته. زوجتي مرته زوجتي. زوجة السفينة. أختك أم طلال قال لي. ليه اختارك إلك أبو فادي؟ نعم. ليه طلب منك أنت إنك تنقذه بهالحالة؟ والله ما بعرف، يمكن مشهور عني شوية شهامة وشجاعة وقدام ومودة لأصحابي. يعني مثلا اليوم كان عندي الأستاذ صلال سلمان، أنا بعتبره هذا ألم ذهبي بهالبلد تبع جريدة السفير. كان عندي عم يحكي معي هيك موضوع طلال سلمان، قال موضوع في شيء اسمه نجدي لا يمكن ما أعمله. من حاول استهداف اختيار على الشاعر عبر استهداف الهليكوبتر اللي هو كان هو سفير الكويت رايحين عم يعملوا مصالحه بصغرته، هن وراجعين نزلوا الطياره من مين؟ هن بيعتقدوا بدنا عارفين ان البلد كانت مفتوحه كلياتها مثل اليوم، البلد كله لبنان كله مفتوح على المخابرات الاجنبيه، كل العالم مخترقين اللي أوصوها ناس من جماعة الخوات اللبنانية، لكن كمان مخترقين من الموساد، مخترقين من الموساد الإسرائيلي ومن الحركة الوطنية بلبنان. أبو فادي عم تحكي عن الحالة سابقا أنها بتشبه الحالة هلأ من حيث الاختراق الأجهزة الأمنية للبنان. نعم. المخابرات، مين أقوى جهاز برأيك هلأ على الساحة اللبنانية؟ أقوى جهاز خارجي؟ أقوى جهاز خارجي الموساد، أقوى جهاز، واللي عم يحاربوا الموساد مضطرين يحاربوه على كل المستويات، بس منهم مجمعين على بعضهم لأنه كمان هن مخترقين اللي لازم يقاموا الموساد باللبنان. الموساد باللبنان CIA موساد، يعني أنا عم أقول لك الموساد اليوم CIA موساد. في عندهم في جهاز بسوريا لحماية الخاصرة السورية فقط من هالمؤامرات اللي عم تصير، بس جهازهم صغير نسبيا بالنسبة للحرب اللي قايمة عليهم بالبلد. جهاز استخباراتي سوري؟ سوري صغير كتير. وين بالنسبة للموساد؟ موجود بالبلد، يعني أنا واحد منهم، ما عم أحكي لك غلطة، أنا واحد من أنا بعتبر حالي أنا مجند لسوريا من هلا لأموت. بس ما كنت كثير، لا مجندين ونعجب خاطرك، كثير منيح فينا ناخذ مواقف وفينا نفضح وفينا نعمل وفينا، لكن ما فينا على الجهاز الموسادي المدعوم بالCIA بالبلد هون، ونحن بهالبلد مقسمين 50 فئة و50 شو اسمه ما بنجتمع على رأي واحد. بشوفك يعني انك فخور بانك تنتمي لجهاز استخباراتي سوري بجناح متقدم حسب ما عم تقول، حسب اذا ما بعرف اذا فهمت صح، بس بنفس الوقت هذا الجهاز ما قادر مثلا على الاراضي السوريه، مخترق. هذا الانزال اللي صار بدير الزور فضيحه يعتبر لجهاز بين عليه انه هش، يعني لدى البعض التفسير كيف في عملاء اسرائيليين نزلوا على الاراضي السوريه، وحتى رد الفعل السوري كمان هش، والاختراق الجوي كمان رد الفعل السوري، البعض بيعتبره مش قوي مثل ما هو او مثل ما هالهيله المحطوطه انه الجهاز المخابرات السوري يعني بيعمل عمايل اذا صح التعبير. حلي بدي اقول لك كمان شيء،
أولا قصة دار الزور تزوير التزوير جي نزور وزورنا وزاروا وزوروا. تاني شيء السوريين أزكى ما أنه يعطوا ملامح المقاومة اللي صارت عندهم. والسوريين بيعرفوا أنه عندهم جواسيس سوريين موجودين بفرنسا وبكل محل ضد النظام الموجود بسوريا. هل 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 الجهاز السوري أزكى ما أنه يمكن منه هالأجهزة الأجنبية الغنية جدا بالتكنولوجيا وبالفلوس وبال شو سموه السبورت الدعم بالدعم الأجنبي. يعني مثلا اليوم كلنا بنعرف إنه الفرنساوية بيحبوا لبنان، لبنان كتير إنه أمنا الحنون الفرنساوية. اليوم نحن أنا بعتبر اليوم مع وجود ساركوزي بعتبر الفرنساوية اليوم أسوأ من الفرنساوية اللي كانوا أيام ميتيران. من أي ناحية؟ أسوأ لأنه صاروا كلياتهم العوبة بإيد الأمريكان. بدنا ننطر هالإدارة لتتغير بالولايات المتحدة تتغير كل الصورة. طول ما هالإدارة موجودة لا في فرنسا ولا في حدا ولا الفرنساوية ضدناهم.